جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا فتقول: هل الوضوء للصلاة مرة واحدة يعتبر وضوءا صحيحا إذا كان سابغا لجميع الأطراف أم أنه غير مجزئ؟ الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة هذا هو الواجب، ويجزي ويحصل به المطلوب، تصح به الطهارة إن شاء الله، وما زاد عن الواحدة فإنه سنة. غسل مثلا غسل الوجه ثلاثا هذا سنة، غسل اليدين ثلاثا هذا سنة، غسل الرجلين ثلاثا هذا سنة، التثليث سنة، والمرة الواحدة لا بد منها، وإذا كانت وافية وسابقة على العضو فإنها تكفي، والحمد لله.